السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير والسعادة على كل الأعزاء في جروب قضايا المرأة والأسرة وشبكة إعلام المرأة العربية بقيادة القائد والداعم دوما دكتور معتز صلاح الدين. حلقتنا الليلة دي في حلقات حكاية وراء كل باب، حكاية ممكن نعتبرها حكاية للكبار فقط، رغم أن بطلتها طفلة لا يتعدى عمرها 10 سنوات. ورغم أني مش بحب الحكايات اللي من النوعية دي ولا بفضل نشر الحوادث الفردية المؤلمة دي، لكن الحكاية دي تحديدا حسيتها ممكن تبقى جرس إنذار وإيقاظ من غفلة لنا جميعا. والحكاية بدأت بأسرة من أب وأم على قد الحال بيشتغلوا هما الاتنين باليومية لسد احتياجات أولادهم. ولدين كبار وبنت صغيرة لسه في 4 ابتدائي، وردة لسه مفتحتش. كل يوم الصبح بدري بيخرج الأب والأم يجروا على أكل عيشهم، وبعدهم بشوية بيخرج الأولاد الكبار لأعمالهم، وتفضل البنت وحيدة في البيت منتظرة عودتهم. بعد شوية لاحظ جارهم واللي عمره تخطى 60، يعني البنت تفضل وحيدة لفترة طويلة في البيت بدون أي مخاطرة بحضور أي فرد من أفراد الأسرة معظم النهار. وفي يوم من الأيام توجه الجار لبيت الطفلة وخبط على الباب، وفتحت الطفلة بحسن نية وبراءة للجار المعروف تماما لها والمعتاد زيارته للبيت واستقباله كصديق للأب أوقات كتيرة. طبعا نتوقع هنا أن الجار في أسوأ الاحتمالات وأكترها توقعا للشر هيحاول يتحرش بالطفلة أو حتى يحاول اغتصابها، لكن اللي حصل أن الجار العجوز ما عملش أي حاجة من دول. اللي حصل أنه بمنتهى الخبث أقام مع البنت علاقة عاطفية، بمعنى قدم لها إحساس بالحب والحنان والاهتمام، وصلها إحساس أنهم أصحاب وأنه أنيس وحدتها وأكتر حد بيحبها وحنين عليها في كل دنيتها. وبمرور الأيام وتعمق العلاقة قدر يوصل بالبنت لعلاقة زوجية كاملة بدون أي استنكار أو مقاومة أو تهديد له من البنت بفتح أمره معها. مرت الأيام والشهور والعلاقة مستمرة برضا تام من البنت واطمئنان تام من الجار العجوز. وبعد فترة بدأت الأسرة تلاحظ تردد الجار أو أتلاقهم ومحاولات انفراده بالبنت وواجهوه بكل شكوكهم وعدم اطمئنانهم له، مع إجباره بعدم دخول بيتهم نهائيا مرة تانية مع محاولة ضربه وإهانته من إخوات البنت الشباب. وكان ممكن تنتهي الحكاية بالنهاية دي، لكن الجار العجوز اختار لها نهاية أشد مأساوية من كده. الجار عاود الاتصال بالبنت واللقاء بيها وفهمها انهم اتعرضوا لقهر وظلم شديد وانهم لازم يلاقوا حل يستردوا بيه حريتهم ويتخلصوا من كل الناس اللي واقفين قدام علاقتهم وساعدتهم. واداها الحل السحري في صورة سم تحط البنت في اكل الاسرة من غير ما حد ياخد باله وترفض الاكل معاهم، فتموت الاسرة كلها ويخلصوا منهم ويفضلوا مع بعض لوحدهم باقي العمر. ونفذت البنت بقلب جاحد التعليمات بدقة، وتوفى الأب فورا وتم نقل الأم والأخين للمستشفى في حالة خطرة وتم إنقاذهم بعجوبة. وبالطبع اتجهت شكوك المحققين تجاه البنت لأنها الناجي الوحيد من الحادث واللي أثرت على عدم مشاركتهم الطعام، وانهارت البنت واعترفت على الجار العجوز وصدر الحكم بإعدامه وإحالة البنت لدار رعاية الأحداث. حقيقي مش عارفة أوصف إحساسي ولا السؤال اللي بيلح على تفكيري، هل لو الشيطان الرجيم نفسه اتسلط على البنت دي عشان يدمر حياتها ومستقبلها كان ممكن يعمل إيه أكتر من اللي حصل لها فعلا ده؟ البنت فقدت بإيديها والدها سندها الحقيقي الوحيد في الحياة، وخسرت الأم والإخوات وهم على قيد الحياة، مستقبلها اتدمر حرفيا بمعنى الكلمة كإنسانة وكأنثى، وبقى الأمل مفقود في أي مكان محترم لها في الحياة بعد كده. الحكاية بتحمل أكتر من زاوية لازم نشوف الصورة منها، وكل زاوية فيهم تستحق التأمل والعبرة والتفكير في إزاي اللي حصل ده ما يتكررش تاني أبدا ورا أي باب من أبواب بيوتنا. أولا وقبل أي شيء، جانب العاطفة وافتقاد الشعور بالحب والحنان والاهتمام والأمان اللي البنت شعرت ولو بالخطأ إنها فقدتهم في بيتها وبين أفراد أسرتها، واللي خلوها تصدق فعلا إن الذئب البشري ده هو أهم إنسان في حياتها وإنه يستحق فعلا تضحي بحياتها. أولادنا أمانة فعلا محتاجة نصونها أكتر من كده. أحيانا فعلا أولادنا في مرحلة معينة من العمر بيتصوروا خطأ أنهم مش لاقين مننا حب واهتمام كفاية ومش بيقدروا قد إيه بنتعب ونضحي ونكافح عشانهم، لكن فعلا أسرة البنت سواء قاصدين أو غافلين وصلوا للبنت الشعور ده بتركها وحيدة فترة طويلة أولا، وبعدم تقديم توعية كافية ثانيا، وبعدم ملاحظة أحوال وسلوكيات البنت ثالثا، وبعدم توفير أي وسائل أمان وحماية وسلامة للبنت أولا وأخيرا. أفهم إن ممكن ترك أولاد في البيت في فترة عمل الأب والأم بشكل اضطراري لبعض الوقت،
لكن ده في حالة وجود أكتر من شخص وفي مراحل عمرية تحتمل ده، مع تأمين حماية وتوعية كافية بعدم فتح الباب لأي شخص مهما كان، وعدم دخول أي شخص للبيت والسماح له بالانفراد بالأولاد في حالة عدم تواجد الأب والأم في البيت. كمان فكرة اعتياد البنت على وجود صديق للأب أو جار لهم في البيت بلا حدود أو تقيد بمواعيد وبترحاب دائم كانوا بداية الضوء الأخضر للجار العجوز. Created with free version for non-commercial use. حتى لأصدقائهم نفسهم بالتواجد في البيت وزيارتهم في غياب الأب والأم، وإن مش كل الكبار لهم سلطة عليهم ومكانة مميزة. مش مبالغة مني ولا وساوس زايدة ولا شكوك مرضية ولا حاجة، بس فعلا مرفوض تماما، ولازم ده يوصل لأولادنا وبناتنا منذ سنوات الطفولة الأولى، إن مش مسموح لأي مخلوق الانفراد بيهم تحت أي مسمى، ولا من حق أي حد يكون أقرب نفسيا وعاطفيا للطفل من الأب والأم، وإن يكون حلقة وصل بينهم أو يظهر إن له تأثير على قرارات الأب والأم بخصوص أولادهم تحت أي مسمى، ولا من حق أي حد يطلع أو يتحسس أجسادهم حتى ولو طبيب في غير وجود الأب أو الأم وسمحهم له بكده. الزاوية الأهم اللي عاوز أخليكم تشوفوا الصورة منها إن الحادثة دي وقعت في قرية صغيرة في مكان لسه القيم الأصيلة والحرص على التقاليد فيه أكبر، وحصلت بأصعب الطرق حدوثا بتواجد الجار نفسه في بيت البنت وبرضا تام من البنت بدون أي ضغوط أو ابتزاز أو محاولة بالتهديد للبنت من أي نوع. يا ترى لو أي شيطان آخر حاول نفس المحاولة في مجتمع المدينة هلاقي صعوبة أصلا؟ هل هيحتاج لعدم تواجد الأب والأم مع البنت في البيت؟ هل هيحتاج يروح بنفسه للبنت في بيتها إطلاقا؟ الواقع المفاجئ يا جماعة واللي مش مدركين خطره الجسيم إن معظم الأولاد والبنات في سن البنت دي وفي مرحلة الطفولة المتأخرة وبدايات مرحلة المراهقة منفصلين تماما عن الأسرة ومتعايشين بشكل شبه دائم مع موبايلاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب وجروبات الواتس وغيره 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 بدون أي رقابة حقيقية مستمرة غالبا. يعني ممكن جدا لأي حد استقطاب أي طفل أو طفلة أو مراهق أو مراهقة، وفي وجود الطفل وسط أفراد أسرته عادي جدا في حوار شخصي بنفس مدخل الجار العجوز بتقديم الحب والحنان والاهتمام، وبتطور العلاقة يوصل لنفس النهاية المؤسفة دي بالإضافة لكافة وسائل الاستغلال الأخرى سواء جسدية أو مادية أو استغلالهم في أعمال مشبوهة أو حتى سرقة أعضاءهم. الموضوع مش بسيط والحذر واجب، والضحية في الحالات دي هم نور عينينا وغايتنا في الحياة. لازم توعية كاملة لأولادنا بعد منح الثقة لأي شخص لا يعرفه الأب والأم، وعدم تجاهل الحوار مع أي شخص خارج دائرة الأسرة بدون متابعة من الأب والأم للحوار واتجاهاته حتى ولو في نطاق العائلة الكبيرة أو في دائرة الشخصيات الشهيرة والنجوم من وجهة نظرهم. ونلاحظ هنا إن الأطفال ممكن يعتبروا أي حد كبير سنا عنهم ومشهور شخصية تستحق احترامهم وفخرهم بأي محاولة منهم لتبادل الحوار معاهم. كذلك المتابعة المستمرة الدقيقة والملاحظة الواعية اليقظة للأم في فطرتها وغريزة الأمومة عندها لأولادها، وأي تغيير يطرأ على أفكارهم أو طريقة كلامهم أو سلوكياتهم أو خروجهم الغير مبرر أو انفرادهم بنفسهم لفترات طويلة أو حتى شردهم وصمتهم الغير معتاد. كلنا بنحب أولادنا وعايشين على أملنا في الحياة في سعادتهم ورفاهيتهم، وبنتعب كتير عشانهم ونضحي وننسى نفسنا أحيانا، لكن للأسف في بعض الحالات بنبقى محتاجين نحبهم بحكمة أكتر واحتواء أكتر ودعم نفسي وطبطبة أكتر، محتاجين نفهمهم ونحميهم حتى من نفسهم في فترات عدم النضج الكافي. في مخاطر حقيقية ممكن تواجههم وما ندركش وجودها غير بعد ما يضيعوا مننا، محتاجين عيون مفتوحة ليل نهار وقلوب مفتوحة ودعم وسند لو احتاجونا، محتاجين يلاقونا في حالة تعرضهم لأي استغلال شوكة قوية في قلب أي حد يفكر يقرب ويؤذيهم. اللهم احفظ لنا أولادنا بحفظك يا الله، واحرسهم بعينك التي لا تنام، واحميهم من كل شياطين الإنس والجن، وأعنا على حسن تربيتهم ولا ترينا فيهم مكروه أبدا يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.